أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن جلسة الغد ستشهد التصويت على طلبي طرح الثقة في وزيري النفط والشؤون، كذلك التصويت على طلب لجنة التحقيق فيما يتعلق بمحاور استجواب الرشيدي. وأوضح الغانم أن التصويت على طلب طرح الثقة ليس له علاقة بتشكيل لجنة التحقيق ولا يؤثر عليه. بالنسبة لجلسة الغد كما هو واضح في الدعوة الموجهة مني للأخوة الأفاضل أعضاء مجلس الأمة، سيتم التصويت على طلبي طرح الثقة في الوزيرين، وأيضا سيتم التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق فيما يتعلق في محاور استجواب وزير النفط. لجنة التحقيق لا تلغي التصويت على طلب طرح الثقة سواء كان التصويت عليها قبل أو بعد من الناحية الدستورية والقانونية واللائحية. أما من الناحية المنطقية فكل يعني فريق له وجهة نظر في نهاية، وأبلغوني يعني الفريقين بوجهتي النظر. القرار راح يكون للمجلس.